بسم الله، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قدونك قولها وكيل هذا حل بأن هذا شرفت له اسم هذا ورر هذا برشادة كورجوكت هذا دورشادة يدمان مرتي شرفتها كله وحنكو سلام يا سلامة إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن قدومي مدن يال يبروين أنا قو أه إنجنير محمود خليب حسن وحنا هاي مشرح وتاجن حلك مدحوين إن ماذا دولة بنتلان يا دورة شذا جنوري سديد هذا لبكون إيه سجارة طبعا وجوه رنتي وحنا ذي لو ذا جيا تاريخ ذي ذا أو كوبان وحنا أن كل شيء ميجا مقالة قردو سنة كي كون سجال بقول لحد أن يشنتي وحنا كل صوبر باري مقالوا إنك جروة إيه قردو وحنا هاي حاصلة إيه آبله طبعا عرورة وحبر شذا إذا وحنا هاي هير كلا بعض جامعة دا مستر دقي علم جا إنجنيرين كا وحنا كوه هذا لغة دا إنجليز كا إن عربي جا إيو تليانية جا إيو لغة دا هو يو شقة دا إذا شقوين كا أنك سو شقي يي كون سجال بقول سديتن يا فرتي إلا كون سجال بقول سديتن يا شنتي وحنا كسو شقي يي وثارة دا جاشان دا إدل كا سوماليا كون سجال بقول سديتن يا سجال كي إلا كون سجال بقول سجاشن يا كودي وحانها كالية برسرة جامعة أمد الصومالية جهير كون سقال بقول سديتن يا سقال كي إلا كون سقال بقول سقاشن يا كودي وحانها قاسمه واحدة قرشينتا يا دراساتك يا وكالة اسمها الصومالية كون سقال بقول سقاشن يا لبدي إلا كون سقال بقول سقاشن يا أفرتي وحان كسو شقي وساردة وحبرشدة يا قبل كاليفورنيا يا دالك مريكانكا كون سجال بقول سجاشن يشنتي إلا كون إلا لبدي كون يستدي تومنكي وحنا ها جن عصدة ودن كجوده يسا يدبد يسا أو ما ملاي شركة دوا وين أو عالمية أي نكش غيان شغال بدن وحنا شغ أبور أسمي يي تمنان كل أو تمنان كل أو جنسية ذاك الدوانة ورشة هاي قصي عصدة مدن قدومية مدن يال يمروين هديل الله يدبو الله يدور تو حلك ملحوين إنما ذا بنت بلان وحن فلين دونا هم لوين سياسة ذي يكو هر مرينات أنا يقول الله لا تلا صارنا يا إسلام ركانا كاشنا يا برلمان كاشرفت على بنت بلان يو برشدة غيب هذا كلا دون هم لا ذي ذكواد لا دجال لنا كم سوق مسوقا مدن قدومية مدن يا يمروين مسوق ونوعية بدنية هاي وحاسة أقو عواقبهم مركا أو كاجرو ما لحظة صار هدي الله قدره والله إيه دور تو حلك ما لحوي النبض بنت لان شن تصنع إيه عطاه وحاجة جوان إن مواد كثر هير بنت لانا وهلو حقوق ديسا يسقوا عن لقى فدلين متكلة هدي أي تهاي ترتن شقو أما قندراس شقسين دلعاد أبو المرين يوحي لمده حفيز كما لحتو يدا الله دور تو محمود خليف حسن جبية لقوا ما أركن دونه هنتي ده دوينها أو سقل دن لا يستعماله. دمان دخل جا سوق على بنتلان وها لا يستعمال دونا سوى فقط ميزانية ده دلكا. وها حفيز كهنتي دورك هي حسابيها جود لوردا ما يستري دونا أو دودا وها لسين دونا ملح بناني بوحده. waxaan dhisi doonaa gudiga madaxa banaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa talaabo kasta oo musuqa heer kasta ha ahaatee waxay mudan doontaa ciqaab waafaqsan sharciga himiladayda labaad adkaynta difaaca xuduudaha mudane gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin suurtagal ma aha in la sugo xuduudaha puntland haddii aanay jirin ciidan ay u dhan yihiin tiradii tababarkii agabkii loo baahnaa oo ay waliba u dheer tahay dhuljacayn haddii la ii doorto waxaan ballan qaadayaa in Puntland yeelato ciidan ku filan xuduudaheeda himiladayda saddexaad sugidda amniga gudaha mudane gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin sidaad la socotaaneen amniga magaalooyinka waaweyn ee qaarkood ee Puntland ma laha mid la isku amnigoodu ma aha mid la isku halayn karo
riyadeedu waxay tahay in muwaadin kasta oo reer Puntland ah uu ku noolaado amni iyo xasilooni asagoo aan walwal ka qabin naftiisa, hantidiisa iyo karaamadiisa qofnimo. Himiladeeda afraad horumarinta maamul wanaagga iyo dimuqraadiyadda, mudane guddoomiye, mudaneyaal iyo marwooyin, si loo helo karti iyo hufnaan maamul oo samata bixin kara shacabka Puntland, waxaan meel marin doonaa haddii alla idmo dhismaha xukuumad taya leh kooban oo ka tarjumi karta baahida Puntland. Baahinta maamulka ilaa iyo heerka ugu hooseeya Puntland ma noqon doonto madax ka nool. Diyaarinta iyo hirgelinta doorashooyinka dowladaha hoose inta lagu jiro labada sano ee ugu horreysa maamulkayga, waxaan ballan qaadayaa in doorashada tan ku xigta ay ku dhici doonto habka hal qof iyo hal cod haddii la haydmo. Waxaa jirin doora halbeeg xil gudasho ee laga rabo in xafiis kasta iyo howlwadeen kasta ee dowladeed heer kasta uu yahay iyo xil kasta uu haysto. Waxaa jiri doonta nidaam dadweynuhu kula xisaabtami doono dowladdayda. Waxaan u hoggaansami doonaa mas-uuliyadda korjoogtaynta baarlamaanka ee ku aadan waxqabadka dowladda iyo ku dhaqanka sharciga. Himiladayda shanaad, kobcinta dhaqaalaha, mudane guddoomiye, mudaneyaal iyo marwooyin, shicibka Puntland waxaa haysta saboolnimo baahsan iyo sicir barar mar walba marka ka dambeeya cirka isku sii shareeraya. Sababaha xaaladaas noocaasa dhaliyey waxaa ka mid ah dhaqaalaha laga qaado shicibka oo aan intiisa badan dib loogu celin, taasoo ay sii dheer tahay samaynta lacagaha beer abuurka ah. Siyaasadda dhaqaale ee maamulkaygu wuxuu noqon doonaa mid maangal ah, waxaanna fariisin doonaa khubaro ku xeel dheer cilmiga dhaqaalaha. Waxaan abuurin doonaa jawi amni iyo sharci oo soo jiita maalgashiyaasha gudaha iyo kuwa caalamiga ah. Tallaabooyinka noocaas ahi waxay abuuri doonaan fursado shaqo, horumarinta kaabayaasha iyo adeegyada bulshada. Waxaan dib u eegis ku samayn doonaa heshiiskii DP World ee dekedda Boosaaso si loo ilaaliyo hantida shacabka iyo kan maalgashiyaasha. Himiladayda lixaad, dhallinyarada iyo haweenka. Mudane guddoomiye, mudaneyaal iyo marwooyin, maadaama dhallinyarada iyo haweenku ay yihiin in ka badan 77% dadweynaha reer Puntland, waxaan siin doonaa muhiimad u gaar ah. Waxaan u abuurin doonaa fursado shaqo, mid ganacsi iyo mid xirfadeed. Waxa ay matalaad ku helin doonaan dhallinyaradu dowladdayda aan dhisi doono si aan ugu diyaariyo hogaaminta dalka. Himilada toddobaad, horumarinta arrimaha bulshada. Dalna ma horumari karo haddii aan la horumarin aqoonta iyo xirfadaha shaqo. Sidaa darteed waxaa la abuurin doonaa goobaha waxbarasho ee ka bilowda xanaanada ilaa iyo heerka jaamacadeed. Himilada sideedaad, xoojinta ururada bulshada iyo xuquuqda aadamaha. Mudane guddoomiye, mudaneyaal iyo marwooyin, dowladda aan madaxweynaha ka noqon doono haddii lay doorto waxay ilaalin doontaa xuquuqda aadamaha, waxa ay cudud iyo xoojin siin doontaa arrimaha bulshada rayidka ah. Himiladayda sagaalaad, xiriirka dowladda Puntland iyo dowladda dhexe. Mudane guddoomiye, mudaneyaal iyo marwooyin, waxaan rumaysnahay in jiritaanka dowladda dhexe ee Soomaaliya ay tahay damaanada midnimada qaran ee dhulka iyo shacabka. Sidoo kale waxaan rumaysnahay in dowlad goboleedyadu ay yihiin asaaska dowlad dhexe oo wax ku ool ah, isla saanqaadka labada ayay ku xiran tahay mustaqbalka geyiga Soomaalidu. Gabagabadii, mudane guddoomiye, mudaneyaal iyo marwooyin, haddii la doorto madaxweynaha Puntland 5 sano ee soo socota, waxaan ballan qaadayaa Puntland leh amni iyo difaac la isku halayn karo, Puntland leh maxkamad dastuur iyo hay'anaan doorasho oo gaarsiisa hal qof iyo hal cod, Puntland leh goobo dhaqaale iyo koboc dhaqaale iyo isla xisaabtan dhab ah, Puntland leh wada shaqayn waarta oo heer federaal ah, Puntland leh koboc aqoon iyo hal abuur ganacsi, Puntland leh hay'ado dowladeed oo adeegyadoodu dhammaystiran yihiin. Gabagabadii, ugu dambayn,
مدن قدامي مدن يا يمروين وحن ذين عزينا يا سيد جنيرة محمود خليف وحن وأكون ما تتبان كده غيره أضام حسن تاي شلون